السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله بنصور الفراخ بتاعتنا. ده يا جماعة إنتاج الفقاسة زي ما انتم شايفين، ما شاء الله كبروا بقى وبقى قد إيه، يعني بسم الله ما شاء الله، كلاتهم بقى ريشهم والأحجام بتاعتهم بقت ما شاء الله عليه. لا مات منهم فرخ ولا مات منهم حاجة، أمانة والله يا جماعة فعلا ما ماتش منهم ولا فرخ، والبطتين متربيين معاهم أهمت وزي الفل. إحنا النهاردة إن شاء الله جايين نعمل لهم بقى وصفة كويسة جدا، وباذن الله علشان الفراخ تكبر معانا بسرعه. الناس اللي هي بتقول الفراخ البلدي، يعني في ناس كتير مش عارفه تربيه الفراخ البلدي، فبتقول ابداي معانا دوره جديده مشيماء. فان شاء الله يا جماعه هنبدا برده معاكم دوره جديده. الناس اللي حابه تربي بعد العيد هبدا برده ان شاء الله معاكم دوره كويسه جدا ان شاء الله، كلنا هنستفاد منها. وهنعمل برده نفس الخلطات برده واحسن كمان للفراخ البلدي، على اساس ان احنا بنأسسها من صغرها كده، يعني عشان تبقى بدري معايا. وكمان ان شاء الله في الدوره ديت هتبقى فيها وصفات جديده لسه ما قدمتلكوش خالص، باذن الله هتجيب معاكم نتيجه ممتازه، هتخلي الفرخ يكبر معاكي بسرعه، يعني اكنه فرخ سيسو بالظبط. شوف الفرخ سيسو بيكبر معاكي بسرعه ازاي. هنخلي الفراخ البلدي ديت هتبقى احسن من فراخ السيسو. يلا كده يا جماعه نسمي الله ونضغط لايك. عايزه لايكات كتير للفيديو، واللي لسه بيشوف قناتي يا ريت يعمل اشتراك للقناه وفعلوا الجرس، شيروا الفيديو علشان ناس كتير تستفيد من الوصفات بتاعتنا ومن تربيه الفراخ بتاعتنا. يلا كده يا جماعه نبدا كده الفيديو بتاعنا، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا كده في الناس اللي هي بتقول لي بامانه يا ام شيماء لو جبت دلوقتي الفراخ مش هتموت مني، بامانه والله العظيم يا جماعه الفراخ بتاعتي دي ما مات منها ولا فرخ، والتربيه قدامكم اهي زي الفل، وما شاء الله الفراخ صحتها كويسه وجميله جدا. دي عن تجربه، لو كان منها مات منها حاجه كنت اقول لكم يا جماعه ما تجيبوش دلوقتي الفراخ بتموت، انما انا فعلا والله بطلع اكلمكم بكل امانه زي ما انتم شايفين ما شاء الله لا فراخ تعبت معايا ولا اي حاجه. المكان دوت كان بتاع البط، يعني المكان ده بتاع البط، انا طلعت البط فوق حطيته في بوكس طبعا احسن له يعني، وان شاء الله برده هبقى اصور لكم واعمل لكم حلقه عليه. ولقيت الكرتونه بقى ضاقت عليهم وما شاء الله العدد كبير زي ما انتم شايفين كده، رحت انا نقل البط وجايبهم في قلب المكان ده بيبقى كويس جدا له. وكمان ان شاء الله علشان في دفعه جايه باذن الله جديده في الفقاسه، يعني ببتدي اجهز الكرتونه بتاعتهم بقى علشان ان شاء الله برده هربوهم في الكرتونه زي ما ربيت دولت. دولت يمكن اول يوم ان انا احطهم في المكان ده النهارده زي ما انتم شايفين كده، فضلت مربيهم في الكرتونه لغايه ما بقوا في العمر ده. الكرتونه ما شاء الله واسعه وبقى يجروا فيها برده، بقى ياكلوا وبقى حلو، بس لقيت الجو بقى يعني حرر قوي والكرتونه ضاقت عليهم، فانا قلت اوسع لهم المكان هنا. ساعة ما جبتهم هنا ما شاء الله بيجروا ويتنططوا ونعكشهم، دايما الفراخ بتحب ان هي تنعكش، ده بقى احسن وافضل له. حتى يمكن لو ملاحظين الفرخ الصغير اللي هناك ده، فاكرين ان الحلقة اللي فاتت لما انا جبتهم كده اصغر فرخين وقلت لكم يا جماعة دول كانوا بتوع بطين صغيرين، الفرخ اللي قدامكم هناك دهوت اللي هو يعني في اسمر في ظهر ده، ملبط في الوان اسمر اللي هو بياكل في ظهر ده. ده بسم الله ما شاء الله كان فرخ بلدي بس كان بط صغير قوي، ما شاء الله الفرخ كبر معايا وبقى حلو زي الفل. يعني لو الفراخ في برده هنا واحد زميله اهو نفس الشيء اللي هو نايم ده اهو، دول كانوا اصغر اتنين طالعين، ليه؟ لان كانت البيضه بتاعتهم كانت صغيره، وقلت بقى ده هما ممكن يموتوا، بس بسم الله ما شاء الله زي الفل زي ما انتم شايفين كده. ده بس يا جماعه علشان الناس اللي هي بتقول لي يعني بامانه اجيب دلوقتي، بقول لكم هاتهم والله العظيم يا جماعه التربيه دلوقتي احسن من تربيه قدام. اصل انت قدام بقى هيقابلك الحر الشديد، اي نعم الجو حر الايام دي، بس انت هتهتم بهم بقى في الايام الاولانيه. هو بس الفرخ اهم حاجه اهتم بيه في الفتره الاولانيه، يعني هو كده خلاص المرحله الخطر بتاعته انتهت، يعني زي ما انتم شايفين في العمر ده كده خلاص المرحله بتاعته اللي هي كنا بنخاف عليه وهو لسه صغير ده يعتبر انتهت. فدلوقتي الفرخه ما شاء الله حامل نفسه، ياكل ويشرب وبيبقى كويس. علشان كده كنت دايما اقول لكم يا جماعه ده استئذان في اول اسبوع بس، على اساس ان الفرخه بيبدا معاكي. فاللي حابب يا جماعه يجيب دلوقتي يجيب، ما يخافش من فيروس ولا يخاف من حاجه. الوقت الجو حرر، انا بتهيألي الفيروس يعني هو خلاص بيموت في الحر، يعني انتوا ابداوا جيبوا ما تخافوش. كنت الاول بقول لكم يا جماعه في الايام التوت بقى اللي عدت دي في اول اربعه وشهر اربعه ده كلكم كنت بقول لكم ما تجيبوش فيه فراخ، لان في الشهر ده الفرخ بيموت، يفضل ياكل معاكي وتبص تلاقيه ينعس على نفسه كده ويبقى كاشش كده ويبقى وحش. انما دلوقتي الفرخ بسم الله ما شاء الله بيبقى صحته كويسه جدا، حتى لو انت جبتيه ورباكيه. انا بصراحه ما اعرفش السعر الفرخه دلوقتي كام، علشان الناس اللي هي مثلا هتقول طب السعر الفرخ كام، ما اعرفش يا جماعه. والناس اللي هي بتشوفني ومش متابعه معايا، الفراخ دي كانت طالعه عندي في الفقاسه يا جماعه بسم الله ما شاء الله كويسين وصحتهم زي الفل زي ما انتم شايفين كده اهو. فانا دلوقتي برضه انا هعمل لهم خلطه كويسه جدا، الخلطه ديت هتخلي الفرخ يكبر معاكي بسرعه، حتى لو الفرخه يعني اكلته ضعيفه هتخلي الفرخ دايما شهيته مفتوحه على الاكل.
برضو في حاجه برضو عايزه اكلمكم عليها، الجو حار يعني معنى كده ان انا المكان الباب ده، الباب ده بفضل كشفاه عليهم طول النهار، بس بسد لهم بكراتين كده علشان ما ينطوش طبعا ويوسخوا البلكونه، بفضل سد بكراتين، انما الباب بفضل كشفاه ليه؟ علشان يجيب لهم تراوح. اللمبه ما بقيدهاش خالص، يعني انتوا شايفين اللمبه اهيت ما بقيدهاش خالص بالليل، بس دي اللي انا بقيدها له عشان طبعا الجو بالليل ممكن يكون فيه نسبه بروده شويه ولا حاجه، فده اللي انا بقيدها له تمام، علشان الناس اللي هي برضه يا جماعه بتربي لسه وما عندهاش خلفيه تبقى عارفه كل حاجه صح. فان شاء الله دلوقتي بقى هنعمل كده مع بعض خلطه، خلطه كويسه جدا، يمكن دي تاني خلطه انا هعملها. الفيديو اللي فات كنت عملت لكم الكركم، قلت لكم الكركم ده كويس جدا، الكركم ده يا جماعه صيدليه كامله في كل حاجه، ورافع مناعه ومطهر معه وكل حاجه. فانت على طول دايما الكركم دوت حتى يعني حطه لهم كده مرتين في الاسبوع، انما الوصفه اللي احنا هنعملها دي برضه هنحطها مرتين في الاسبوع، وان شاء الله هتبقى في وصفات جايه جديده كويسه جدا هتخلي الفرخه صحتها حلوه معاك. طيب هنبدا بقى بكده باول حاجه معايا زي ما عودتكم دايما، دي يا جماعه اللي انتم شايفينها دي معلقه سكر، دي دايما انا بحطها للفراخ معلقه السكر دي تمام كده. انت كده خلصناها اهي، معايا برضو الخميره، الكيس الخميره دوت ده عندي من زمان اللي انتم شايفينه ده، دي دايما بجيب الكيس الكبير ده بيكفيني يجي كام دوره، بحط الفراخ منه على طول، فراخ بيضه فراخ بلدي بحط منه للبط كله. فده يا جماعه يمكن هو ده السر اللي بيخلي الفراخ ما شاء الله معايا صحتها كويسه ودايما بتاكل كويس. الفرخ كل ما ياكل، وخلي بالك الخميره ديت بتعمل ايه، دي بتوسع مسار الفرخ، بتخلي الفرخ ما شاء الله بياكل معاكي كويس جدا ويفحل معاكي ويشيل معاكي وزن كمان. يعني انت لو انت عندك الفراخ ضعيفه انا بقول لكم يا جماعه حطوا لها خميره، بس ما تقلوش لان الخميره مش مستحبه قوي في الصيف، هما مرتين اتنين بس بتحطهم في الاسبوع. ده كده معلقه خميره كبيره اهيت، برده برشها مع معلقه السكر، يعني دول 2 كيلو علف عشان الناس يا جماعه برده المقدار، دول 2 كيلو علف بحط عليهم معلقه خميره كبيره ومعلقه سكر برده كبيره، وبقلبها لهم كده اهوت وبحط لهم ياكلوا. ده اللي بتخلي الفراخ ما شاء الله كويسه جدا عندي، بتخلي الفراخ يعني تفضل صحتها كويسه وبتكبر بسرعه. فانا دلوقتي كده هحط الفراخ تاكل. ده كده يا جماعه انا حطيت العلف في الفراخ اهيت، وما شاء الله بدات ان هي تتلم على الاكل دلوقتي وتاكل. وخدوا بالكم بقى انا حاطه تحت حاجه زي بلاطه عاليه كده، زي من هي خشبه يعني خشبه مربعه، لو انت عندك خشبه مربعه زي دي كده، لانهم طبعا هم لسه صغيرين عم يكبروا شويه هنحط لهم طول، لو انت عندك بلاطه ممكن ان انت تحطها يعني ايه تبقى عالي، على اساس لو انت فرشه تبني فرشه نشاره ومانع قشوش يوقعوا في العلف، يعني تبقى ابداي ارفع لهم كده سنه بسنه كده، على اساس خلي بالكم كمان اما الفرخ ياكل ورقبته مرفوعه او صدره مرفوع ده يبقى احسن وافيه من الفرخ تمام. فانا دلوقتي برده في الميه بتاعتي اهي هنحط نص ليمونه، نص ليمونه ده كويسه جدا، فانا هعصرها كده على الميه زي ما انتم شايفين كده اهي. الليمون ده يا جماعه ده كويس جدا، ده برده يعتبر يعني مضاد حيوي ورافع مناعه وفاتح شهيه وفي كل حاجه على الريق كده اهوت، ونقوم حاطين لهم النص الليمونه دي. طبعا مش هحط عسل بقى ولا حاجه لان العسل مش مستحب قوي في الحر. وخدوا بالكم يا جماعه في نقطه مهمه جدا، هحط الميه واقول لكم عليها، الميه انا رافعه لهم بس اهيت على طوبه كده علشان تبقى ايه يعني يشربوا وهم رافعين، علشان ما فيش تبن يجي فيها ولا حاجه تيجي فيها. هقول لكم بقى على حاجه، الخميره زي ما قلت لكم حطها مرتين في الاسبوع، الفرخ عنده اسهال لا قدر الله ما تحطوش خميره خالص، انا بقول يا جماعه اهوت علشان الناس ما تقولش الفراخ تعبت مني، الفرخ عنده اسهال بلاش خميره علشان خميره هتزود الاسهال تمام. الفرخ كويس وماشي طبيعي ما عندوش اسهال ولا عنده شيء ولا ما عندوش اي حاجه، خلاص حط خميره وانت مطمنه. يبقى احنا كده يا جماعه حطينا ايه اكل وحطينا ميه، شطارتك بقى لو انت جبت فراخ خلي بالكم، بعدين الفراخ يا جماعه في الحر سعرها بينزل شويه، انا صح ما عنديش فكره عن الاسعار، بس في الحر يعني في الجو كل ما بيحرر كل ما الفرخ سعره بينزل معاكي شويه، واحلى تربيه بتاعت الحر دي يا جماعه، يعني دي انا عن نفسي بجيبها بتبقى احلى تربيه بالنسبه لي، انما انتوا شطارتك بقى جيب الفراخ وحافظي انت عليه، حاولي ان انت ما تخرجيهاش فيه، يعني ما تبقاش مثلا درجه الحراره تبقى عاليه عليه، حاولي ان هي ما تضربش منك، حاولي ان انت على طول تنضفي لها المكان، اعتني انت بيها تمام كده. فانت ان شاء الله لو انت اهتمتي بالتربيه بتاعتك ما شاء الله هتيجي معاكي بسرعه وهتبقى كويسه جدا.
والناس اللي هي حابه تجيب دلوقتي تبدا ان هي وتجيب يعني ان شاء الله. طبعا مفيش حد هيجيب في الايام ديت لان دخلت عيد، كلتنا طبعا بنبقى مشغولين بقى في الشقق ودخلت عيد، وكل الناس بقى بتبقى يعني مش فاضيه. فان شاء الله ممكن بعد العيد بقى هتبقى فاضيه وهتروقي وهتبقى تجيبي ايه وتبداي بقى ان انت تربي تربيه جديده. وان شاء الله يا جماعه برده هنبدا برده نربي ان شاء الله، على ما نيجي بقى بعد العيد هيكون برده بدا ان هو يطلع معانا تربيه جديده. الناس اللي حابه تجيب من اول يوم وتبدا معايا من اول يوم ان شاء الله هتبدا وهتنهض ان هي تجيب معايا الدوره وهنربيها سوا. تمام، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، واتمنى يا رب يكون عجبكم، واستنونا في الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.